عيون السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، ممثلي وسائل الإعلام الجهوية الوطنية والدولية، وكل واحد بنماط للفروسية. خير ما نستهل به هذه الدورة وهو العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم، فلم يدركه منا سابق متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. صلاة تليق بك منك إليك ما هو أهله، اللهم إنه سرك جاء. طبعا هذه كانت صلاة المشيشية. C'était la prière de la Mashishia qui vient du... Une prière d'amour et de paix, d'amour au prophète, à Dieu et à l'unité. Voilà. Je remercie tous les invités. Los invitados, vos agradezco de venir. And thank you very much. Bienvenido y bienvenue. الحيو الأربعة العياشة والمغرب كله. شكرا. تحياتي السامية لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي نرفع لأجلها ألوية الشكر وعظيم الامتنان. الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي ماطا للفروسية تحت شعار ماطا، تراث لا مادي أصيل وفضاء لتبادل الثقافات الإنسانية. وسعداء أكثر بهذا الحضور الكبير الذي يتقاطر على فضاءات المهرجان لإحياء فعالياته المتنوعة، كما نسعد بالمنجز الوطني الذي تحقق للمهرجان وهو تتويجه بالإدراج ضمن قائمة الإسيسكو باسم المملكة المغربية الشريفة، وذلك لما يمثله من حمولة ثقافية ذو امتداد تاريخي عريق حافظت عليه الأجيال وتم تطويره بالصبغة الحديثة، وهو ما أهله مؤخرا كإدارة مرضمة للمهرجان إلا أن نجدد خالص الشكر والامتنان لجميع الفاعلين المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى، كما نتوجه بالشكر لكل من وصل إلينا بالاحتفاء معا بخيانة ماطا عرس هذا المحفل الثقافي والروحي، راجين من خلالكم أن تحقق دعوة مدرسة المشيشية الشاذلية في نشر ثقافة السلم الروحي والتآخي والتعايش بين أبناء كافة البشر، وفقا للتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. فأهلا وسهلا بكم جميعا لنعيش أجواء فروسية ماطا التي نرتجي من خلالها. تبارك الله عليكم. تحية للمرأة المغربية الأصيلة في المكان في جميع المجالات والميادين. شكرا لكم جميعا. طبعا لا يمكنني أن أشكر كل الداعمين العموميين. تحية لكل الخيالة، تصفيقات حارة عليهم عفاكم، وتشجيعات كذلك لكل الخيالة. دابا 30 فرقة غادي تكون مشاركة معنا لمدة 3 أيام من المنافسة والفرجة والمتعة بانتظار الفائز بلقب أحسن خيال شكرا لكم طريق روسيا. وغادي نعرفوا جميع الشكر.
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إذا مرقى أيدي الفرسان واللعبة تستمر في الصيام.